شو عم يعمل؟ عم بيورط الجيش اللبناني. ليه؟ لأنه نهار اللي الجيش اللبناني بده يجي هجوم إسرائيلي واعتداء إسرائيلي وحرب طويلة عريضة، أنت عم تبعت عسكري تبع الجيش اللبناني على الموت من دون سلاح كافي. طب إلك ساعتين عم بتحارب مكون لبناني، ما فتحت وين عم حارب مكون لبناني؟ لك إلك ساعة ما حكيت، عم نحكي عن جلسة انتخاب، عم تحكي لي عن سلاح حزب الله يا عمي. جلسة انتخاب ما في مشروع، سلاح هو مشروع، بكتب الشراء سلاح مشان نعوض نهار اللي بيجوا الأمريكان بيهددوا بمصلحته هو ورئيس جمهورية، رح يعمل مصلحة لبنان ولا مصلحة الأمريكان؟ ما هون المشكلة، بس سلاح حزب الله هو المشكلة. بس مشان معوض إذا رضخ للأمريكان سلاح حزب الله لمين وترك تكتل لبناني القوي بس لأنه الأمريكان طلبوا منه تحافظوا على مصرياته وعلى تمويله مع ليه. سلاح حزب الله لمين ما بقى ترجع لي على سلاح حزب الله، مش هيدا موضوعنا. في مشروع بلا هيدا موضوعنا. لا مش هيدا موضوعك، إذا أنت عندك عقد من سلاح حزب الله ما تحول الحلقة لسلاح حزب الله. مش عقد من سلاح حزب الله بلا معقدين، أنتوا ناس معقدين. في مشروع، في مشروع، في مشروع عم يخدنا عليه يوم بس طبعا يوم. هذا الإنسان انتوا عم تاخدونا على مشروع اخطر بكتير من سلاح حزب عم بيصير في لبنانين، لبنانكن اسرائيل وامريكا صحتين عقلكن، انا ما بدي اياها. لا اسرائيل لا امريكا ولا ايران ولا السعوديه، لبنانكن منه لبناني، لبنانكن اذا لبناني ما بتروحوا على مرشح طلع من تكتل بس بطلب امريكاني وطيحافظ على امواله ومثل مؤسسته الامريكان. الان بهودي التفاصيل لانه انتوا خي مش علم بالتفاصيل، انت الان بتفاصيل قاعد عم تحكي لي بوزاره من هون ووزاره من هون، هيدا انت اللي حكيت فيهم، انت عم تحكي فيهم والله عيب. انتوا عم تعملوا هذا العظيم بدل ما ناقش فكر لك انت شو عم تحكي. خلونا خلونا بدل ما تحترم زلمه مثل مشعل عون قضى كل حياته عم بيناضل كرمالون. انا عم اقول لك يرجعني، والله عيب عليك. انا عم اقول لك يرجعني لل 89 توقف حده، انا كنت واقف حده، انا ب 12 شهر 89 انا ب 12 اللي خنتوا اخر الثمانينات وانتوا اللي خنتوا داني شمعون. لا 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 روحي 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 هلا ما تقول لي روحي لانك كل ساعه بتقوس علينا من دون ما يكون عندك ولا معلومه صح. بنروق شوي لا ما بروق، لما يكون شوي واحد مثلك قدامي اكيد ما بروق. وتسمع لا ما بدي اسمع لانك قطشت كثير وقت. خلينا بس 12 تشرين الشخص اللي قاعد بوجهي بليل 12 13 تشرين كان مزروب بالقصر الجمهوري. انت مش لاني انا كنت لا انتوا اللي غيرتوا المبادئ. اه وصلتيني، انتوا اللي غيرتوا المبادئ. ليل نهار البخاري 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 بس لا السفير يعني. سفير شو شغلته بالبلد غير انه يبرم على السياسيه وينقل شو بدهم برا ويقول له نعملوا هيك وهيك يقول له نعملوا مين ما قال كله يجي يقول عمول. المهم انت ما تقبل تعملي عم لك استقبلت السفير القطري على القطعه عم اقول لك استقبلنا سفير اكثر ما استقبلنا سفير قطر مش عم بتتابعي يمكن ما تتابعي كمان اخبارنا استقبلنا سفير القطري عندنا بحزب طيب لا بصراحه عندي اخبار اهم تبعها. شو بدي اقول لك لك يعني مع انه كصحفيه مفروض تتابعي كل شيء انه بس انه حزب من شخص واحد يعني ما بعرف لا هلا ما بدنا يعني مؤثر بالحياه اللبنانيه انا يعني انا ولا مره تجاوبت عم بحكي بالسياسه لانه لما تحكي انا عم بحكي بالسياسه وانا كمان عم بحكي بالسياسه لو انتم شعبيه كان الناس لو انتم خطابكم مقبول عند الناس كانت شعبيه لان احنا ما بنساوي لا يعني معناتها الناس كل هيك انتم هلا الشعب اللبناني انتم هلا شعبيتكم لكن الانتخابات 22 شعبيتكم اشفعلية كتير.